قمة مرتقبة بين بايدن وبوتين اليوم بمدينة جنيف السويسرية. الرئيس التونسي يبدأ زيارة رسمية إلى إيطاليا تستمر ليومين. والهند تسجل أول إصابة بعدوى الفطر الأخضر لمتعافي من فيروس كورونا. العاشرة صباحاً، الثامنة في غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلاً بكم. والبداية حيث عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مباحثة مع نظيره السويسري في جنيف، وذلك قبيل قمته المرتقبة اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. خلال اللقاء أعرب الرئيس السويسري عن أمله في أن تكون القمة الأمريكية الروسية بناءة، معتبرا أنها خطوة إيجابية وفرصة للرئيسين الأمريكي والروسي لإطفاء بعض التفاؤل والأمل على السياسة الدولية، كما أكد استعداد بلاده لدعم أي جهود لتعزيز العلاقات بين واشنطن وموسكو. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وصل في وقت سابق إلى مدينة جنيف السويسرية للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في أول قمة بين الزعيمين منذ تولي بايدن منصبه. ورغم عدم الإعلان عن جدول أعمال رسمي للقمة، فإنه من المتوقع أن يناقش الزعيمان التدخل الروسي المزمع في الانتخابات الأمريكية وجائحة كورونا والصراع في الشرق الأوسط والأمن السايبراني وملف حقوق الإنسان. تتجه أنظار العالم إلى مدينة جنيف السويسرية، حيث يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن أول لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ دخول بايدن للبيت الأبيض، وذلك في فيلا لاغرانج العتيقة من القرن الثامن عشر والتي تطل على مناظر طبيعية خلابة. We'll be right back.
قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس أن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة ليست مفتوحة أمام الهجرة غير الشرعية، وأضاف خلال زيارة للمكسيك أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على تطوير مسارات قانونية تهدف لإبطاء تدفق الأشخاص عبر الحدود، مشددا على أن المكسيك والولايات المتحدة تعملان على كبح الهجرة غير الشرعية. قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن اقتصاد بلاده تحسن هذا العام، لكنه دعا لاتخاذ تدابير من أجل معالجة الوضع الغذائي المتأزم الناجم عن جائحة كورونا والأعاصير التي ضربت البلاد العام الماضي. وخلال ترأسه الجلسة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، أكد كيم أن الوضع الغذائي للمواطنين بات متأزما في ظل فشل القطاع الزراعي في تنفيذ خطته لإنتاج الحبوب بسبب الأضرار الناجمة عن إعصار العام الماضي، داعيا إلى اتخاذ خطوات فاعلة لتقليل آثار الكوارث الطبيعية. أعلنت الحكومة الكولومبية عن إصابة 36 شخصا في هجوم بسيارة مفخخة استهدف قاعدة عسكرية شمال شرق البلاد. ووصف وزير الدفاع دييغو مولانو خلال مؤتمر صحفي الهجوم بأنه عمل إرهابي جبان، متهما جيش التحرير الوطني بالوقوف وراءه. أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن حكومته لن تتهاون في التعامل بحسم مع الجهات التي تسعى لخلق الفوضى في البلاد بما يقتضيه القانون والسلطة الممنوحة لها من قبل الوثيقة الدستورية. وحذر حمدوك في خطاب له من أن البلاد تواجه ظروفا قاسية تهدد تماسكها ووحدتها وينتشر فيها خطاب الكراهية وروح التفرقة القبلية، مشيرا إلى أن هناك أيادي خبيثة تعمل على تعطيل عجلة الإنتاج وتحرض على الانفلات الأمنية. غادر الرئيس التونسي قيس سعيد بلاده متوجها إلى روما في زيارة رسمية إلى إيطاليا تستمر لمدة يومين. من المقرر أن يعقد الرئيس التونسي لقاء مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء كونتي لبحث عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وكذا بحث سبل تطوير آلية التعاون والشراكة بين البلدين. اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ورؤساء الحكومات السابقين لبحث الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. ودعا سعيد خلال الاجتماع إلى إجراء حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد. في مسعى لحل الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، عقد الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماعا مع رئيس الحكومة هشام المشيشي ورؤساء الحكومات السابقين. الاجتماع يعد الأول لسعيد مع المشيشي بوصفه رئيسا للحكومة منذ أزمة التعديلات الوزارية المثيرة للجدل، حيث سبق وأن اجتمع به قبل أيام بصفته وزيرا للداخلية بالنيابة. وفيما يبدو أنها انفراجة محتملة للأزمة، دعا الرئيس التونسي خلال الاجتماع إلى إجراء حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014. إلا لحل مشاكل التونسيين والتونسيات، ولن يكون أبدا كسابقي. وأهم محاور هذا الحوار هو التفكير في نظام سياسي جديد، في نظام انتخابي جديد، حتى يكون كل من تم انتخابه مسؤولا أمام ناخبيه. كما شدد سعيد على أن الحصانة لا يمكن أن تكون أداة لتجاوز القانون، بل هي أداة لضمان استقلالية من يتمتع بها، في إشارة إلى مطالب رفع الحصانة التي وردت للبرلمان بشأن عدد من النواب الملاحقين قضائيا بتهم مختلفة وعدم نظر المؤسسة التشريعية في هذه المطالب. تصريحات سعيد قد تمهد الطريق أمام إنهاء الجمود السياسي المستمر منذ شهور والخلاف بينه وبين رئيس الحكومة هشام المشيشي بسبب التنازع حول الصلاحيات والتحالفات السياسية.
يأتي هذا الاجتماع عقب تصريحات الرئيس التونسي يوم الجمعة الماضي حول وجود بوادر للحوار بعد استقباله الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وهو نفس ما أكده رئيس المنظمة الشغالية عن وجود انفراجة وأخبار إيجابية في الأيام القليلة القادمة. أعلنت السلطات الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر فوز حزب جبهة التحرير الوطني بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية ب 105 مقاعد، فيما حصدت القوائم المستقلة 78 مقاعدا كثاني أكبر كتلة في البرلمان. حزب جبهة التحرير الوطني تحصل على 105 مقاعد 105 مقعد. اثنين، مجموع القوائم المستقلة تحصلوا على 78 مقعد، مما يبرز عنصر جديد في الخريطة السياسية الجزائرية، ألا وهو ثاني كتلة سياسية في البرلمان هي كتلة المستقلين أي ممثلي القوائم الحرام. ثلاثة، لنا أمر جديد لهذا يعني ركزت عليه. ثلاثة، حزب حراكة مجتمع السلم تحصل على 64 مقعد. رابعا، حزب التجمع الوطني الديمقراطي تحصل على 57 مقعد. خامسا، حزب جبهة المستقبل تحصل على 48 مقعد. سادسا، حزب حراكة البناء الوطني تحصل على 40 مقعد. سابعا، حزب جبهة الحكم الراشد تحصل على 3 مقاعد. ثامنا، حزب صوت الشعب تحصل على 3 مقاعد. تاسعا، حزب جبهة العدالة والتنمية تحصل على مقعدين. عاشرا، حزب الحرية والعدالة تحصل على مقعدين. 11، حزب الفجر الجديد تحصل على مقعدين. 12، حزب جبهة الجزائر الجديدة تحصل على مقعد واحد. 13، حزب الكرامة تحصل على مقعد واحد. و 14، حزب جيل جديد تحصل على مقعد واحد. نفت وزارة الدفاع الجزائرية صحة التقارير الإعلامية حول قيام رئيس الأركان الفريق السعيد شنقريحة بزيارة سرية إلى العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا لمناقشة قضية الساحل، ووصفت الدفاع الجزائرية في بيان لها تلك التقارير بأنها كاذبة، موضحة أن الهدف منها التأثير على الرأي العام خاصة في المناسبات والمحطات الوطنية الحاسمة التي تشهدها البلاد. وأكدت الدفاع الجزائرية أن رئيس الأركان لم يخفي أبدا تحركاته ونشاطاته داخل وخارج البلاد. دعت جامعة الدول العربية مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة عاجلة لمناقشة تطورات قضية سد النهضة، وأكد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية القطرية على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة أن مجلس الجامعة أكد تأييده الكامل والوقوف بجانب مصر والسودان، وشدد على أن الأمن المائي لهما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراءات تمس بحقوقهما بمياه النيل. ما هو دور مجلس الأمن؟ هو لا يحيل الأمر فقط على مجلس الأمن، والرسالة المصرية والسودانية كانت واضحة بأن مجلس الأمن يتحمل مسؤولياته، ولكن بيطالب في القرار بعقد جلسة وبشكل عاجل لمناقشة هذا الوضع. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على إزالة أي معوقات قد تواجه وزارة التضامن الاجتماعي، لا سيما ملف تأثيث وحدات الإسكان بديل العشوائيات، وخلال اجتماعه بوزيرة التضامن نيفين القباج لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وما تم إنجازه في عدد من الملفات التي تدخل في نطاق عمل الوزارة، قال مدبولي إن الحكومة حريصة على تأثيث الوحدات السكنية وفقا لأعلى مستوى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. من جانبها،
أشارت وزيرة التضامن إلى بدء العمل في تأثيث وحدات مشروع الإسكان بديل العشوائيات بمدينة حدائق أكتوبر الذي يتم تنفيذه لقاطني المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة. التقى الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً. تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط بين القوات المسلحة في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون المشترك في المجال العسكري. فيما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية. وفي سياق متصل التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كينيث ماكنزي، وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة. تستضيف مصر اجتماع الدورة 25 للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية يومي الخميس والجمعة. وأكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أن رئيس الوزراء سيلتقي مع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، كما يشهد توقيع اتفاقية استضافة القاهرة لمقر إقليم شمال إفريقيا. وشدد شعراوي على أن مصر تسعى لأن يكون مقر إقليم شمال إفريقيا مركزا أساسيا لتأهيل الكوادر الإفريقية ونقطة إشعاع في العمل الإفريقي المشترك، خاصة بعد رئاسة ناجحة لمصر للاتحاد الإفريقي. وأوضح شعراوي أنه من المقرر أن يشهد المقر أول اجتماع عند الأعضاء الجدد لمجموعة شمال إفريقيا على هامش فعاليات الافتتاح، كما تسعى القاهرة لبحث تحديات المدن الإفريقية وغيرها من الملفات المهمة وتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية وشركائها الدوليين لخدمة أبناء القارة. بحث وزير الموارد المائية والري دكتور محمد عبد العاطي مع وزيرة التجارة والطاقة البريطانية ملف سبل تعزيز التعاون في ملف الموارد المائية ومجابهة آثار التغيرات المناخية، وذلك بحضور وزيرة البيئة ياسمين فؤاد. واستعرض دكتور عبد العاطي حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، مشيرا إلى جهود وخطط وزارة الموارد المائية والري لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للحماية من أخطار السيول وحماية السواحل المصرية والتوسع في الاستفادة من مياه الصرف الزراعي. فيما أكدت وزيرة البيئة أهمية وضع التكيف ضمن أجندة مؤتمر المناخ القادم نظرا لتأثيراته الكبيرة على البلدان، خاصة على مناطق حوض النيل. ومن جانبها أيضا أشادت الوزيرة البريطانية بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبريطانيا، مع التأكيد على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات. أعربت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن رغبتها في دعم منظمة الصحة العالمية لمصر في الحصول على اعتماد اللقاح الجاري إنتاجه في أو من خلال مصنع شركة فاكسير المصرية، بالإضافة إلى اعتماد المصنع كأحد المصانع المنتجة للقاحات فيروس كورونا وحصوله على تأهيل المنظمة. وخلال لقائها مدير عام المنظمة تادروس أدهانوم بجنيف، وجهت الوزيرة الشكر للمنظمة لدعمها للمنظومة الصحية بمصر قبل جائحة فيروس كورونا واستمرار هذه الجهود دون انقطاع خلال الجائحة. من جانبه أشاد أدهانوم بكفاءة وحسن إدارة المنظومة الصحية في مصر، كما أثنى على الجهود التي بذلتها مصر في إعداد وتقديم ملف تجربتها في القضاء على فيروس سي كأول دولة في العالم تتقدم للمنظمة للحصول على الإشهاد الدولي لخلوها من هذا الفيروس.
ومن جانبه ثمن مدير عام منظمة الصحة العالمية لقاءه مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مشيدا بدور مصر في القضاء على شلل الأطفال داخل البلاد وكذلك منطقة شرق المتوسط، كما أثنى المسؤول الأممي على جهود مصر في مواجهة جائحة كورونا وكذلك دعم صياغة اتفاقية الجوائح الدولية لما لها من أثر إيجابي في دعم النظم الصحية والسيطرة على الأوبئة. يوافق اليوم العالمي للطفل الإفريقي الذي تم إطلاقه منذ عام 1991 للتنبيه بحقوق الأطفال الأفارقة، وتعد مصر من أوائل الدول التي اهتمت بحقوق الطفل وحمايته من التعرض لأي خطر، كما وفرت أوجه العناية للوفاء بحقوق الأطفال. وبالنسبة لفيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 609 حالات إيجابية جديدة بالفيروس و37 حالة وفاة. وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة إلى خروج 911 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى أكثر من 200,000 حالة. أفاد مصدر طبي في الهند بأنه تم تسجيل أول حالة إصابة بعدوى الفطر الأخضر لمتعافي من فيروس كورونا بولاية ماديا براديش، مضيفا أن الحالة لشخص يبلغ من العمر 34 عاما، وأضاف المصدر أن الحالة لشخص أيضا أصيب بفيروس كورونا لمدة شهرين قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل أكثر من 62 ألف إصابة بالفيروس ونحو 2500 حالة وفاة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. في الهند أيضا أعادت السلطات الهندية فتح مزار تاج محل الشهير أمام الزوار مع الرفع التدريجي لقيود كورونا من أجل إنعاش اقتصاد البلاد. وكان المزار الذي يرجع تاريخه للقرن السابع عشر قد أغلق في أوائل أبريل عندما فرضت الهند إجراءات عزل عام صارمة في محاولة لاحتواء الجائحة التي ما زالت تودي بحياة الآلاف يوميا. وقال مسؤولون محليون إنه لن يسمح بتواجد أكثر من 650 زائرا في أي لحظة داخل المزار. أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن بلاده ستنتقل إلى المستوى الثالث من قيود كورونا، وذلك بعد تزايد معدل الإصابات بالفيروس. وأوضح أيضا خلال خطاب له أن حالات دخول المستشفيات بسبب كورونا زادت بنسبة 59% خلال الأسبوعين الماضيين، محذرا من أن الزيادة الجديدة في الإصابات تهدد النظام الصحي في جميع أنحاء البلاد. هذا وتشمل القيود الجديدة تمديد حظر التجول من 10 مساء حتى 4 صباحا، واقتصار التجمعات الآن على 50 شخصا في المناسبات الداخلية و100 شخص في المناسبات الخارجية.
أعلنت رئاسة الوزراء الفرنسية عودة رئيس الوزراء جان كاستكس إلى عمله اليوم بعد أن تم عزله 7 أيام لمخالطته زوجته المصابة بفيروس كورونا. قالت الحكومة الفرنسية إن نتيجة الفحوصات الأخيرة لكاستكس جاءت سلبية، وسيترأس مجلس الوزراء اليوم في إطار عودته إلى ممارسة أعماله الطبيعية. هذا وشهدت ولاية نيويورك الأمريكية احتفالات وعروض بالألعاب النارية بالتزامن مع رفع الولاية معظم القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا. قال حاكم الولاية أندرو كومو في مؤتمر صحفي بمركز التجارة العالمي إن قرار رفع القيود جاء بعد أن تلقى 70% من البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وشكلت الولاية البالغة عدد سكانها نحو 20 مليون بؤرة للجائحة خلال العام الماضي، حيث سجلت أكثر من 42 ألف وفاة. أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل أكثر من 80 ألف إصابة بفيروس كورونا، فضلا عن أكثر من 2400 حالة وفاة، وذلك خلال الساعات 24 الماضية. وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى أكثر من 17 مليون حالة، بينما اقتربت حصيلة الوفيات من 500,000 حالة. هدد الرئيس البرازيلي باستخدام حق النقد ضد مشروع قانون تتم مناقشته حاليا في البرلمان ويتعلق بجوازات سفر فيروس كورونا. ويقترح مشروع القانون شهادة تطعيم ستسمح للمواطنين الذين تلقوا اللقاح بالمشاركة في مختلف الأحداث الرياضية والثقافية والرحلات البحرية والمتنزهات الوطنية، إلى أنه أكد أن هذا القانون لن يمرر في الكونغرس وأنه سيستخدم حق النقد ضده. واقتصاديا، أكد وزير المالية محمد معيط أن الحكومة وافقت على بعض المزايا الجديدة لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة. وأوضح معيط أنه سيتم حفظ حقوق العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة في الترقية وضم مدة الخبرة العملية والعلمية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بالصناديق الخاصة بهدف توفير بيئة عمل محفزة لرفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. شارك نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية سيد إسماعيل في الإطلاق الرسمي للمبادئ التوجيهية لسياسة الصرف الصحي في أفريقيا، وذلك خلال اجتماع اللجنة العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة عبر تقنية الفيديو كونفرنس. واستعرض نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية أنشطة الدولة المصرية في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجال الإمداد بخدمات المياه والصرف الصحي. وأوضح أنه تم وضع إطار الاستراتيجية القومية لقطاع المياه والصرف الصحي حتى 2050 بكفاءة، والتي تهدف إلى تحقيق الوصول إلى خدمات الصرف الصحي والنظافة العامة الملائمة والعادلة للجميع. ورياضيا، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار قرطاج بتونس استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي مساء السبت المقبل في رادس في ذهاب دوري نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد أعلن قائمة الفريق التي شهدت انضمام محمد مجدي أفشة بعد التأكد من جاهزيته لخوض اللقاء، فيما غاب كل من محمد هاني ومحمود متولي عن
عن القائمة للإصابة، بالإضافة إلى غياب مروان محسن. فاز سموحة على مضيفي بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوي في إطار منافسات الأسبوع 26 من الدوري الممتاز، وبذلك الفوز ارتفع رصيد سموحة إلى 40 نقطة في المركز الثالث مؤقتا بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 34 نقطة في المركز السابع. فاز المنتخب الفرنسي على نظيره الألماني بهدف نظيف ضمن منافسات المجموعة السادسة بكأس الأمم الأوروبية في لقاء أقيم بملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية. هدف المباراة الوحيد جاء بنيران صديقة عبر المدافع الألماني ماتس هوملز الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20 من عمر المباراة. انتهت نشرتنا الإخبارية، ولكن هذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. قمة مرتقبة بين بايدن وبوتين اليوم بمدينة جنيف السويسرية. الرئيس التونسي يبدأ زيارة رسمية إلى إيطاليا تستمر ليومين. والهند تسجل أول إصابة بعدوى الفطر الأخضر للمتعافي من فيروس كورونا. ختاماً ولمزيد من الأخبار يمكنكم دائماً متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv. يمكنكم أيضاً متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام أو يوتيوب. انتهت نشرة العاشرة وإلى اللقاء.